مشاهدي قناة شوف تي في، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. وحنا الان مع هاد الام اللي كتبيع كلينكس، معها وليداتها صغار، كتقول انها تعرضت للحقرة من طرف واحد مول السناك اللي ضربهم وجرى عليهم. يعني كيف ما كتعرفوا ان دابا هاد السيدة كتقول انها تحقرات بزاف، هي والوليدات ديالها. السيده كتقول انا كنخلص هذا السيد ولكن تعامل معايا خايب، يعني مقوله وهي كتبكي وخاصه انه صرفق ليها بنتها الصغيره. السلام عليكم اختي، شنو المشكله اختي اللي وقع لك اليوم وشنو النداء ديالك؟ المشكله اختي اللي وقع ليا هي مشيت عند هذا السيد كناكلو عنده ديما انا وصاحبتي وصاحبتي الاخرى، جوج عيالات كنمشيو ناكلو عنده ديما. حنا صحابات هنا في الفيروز، حنا صحاباتي في الفيروز كيكونوا معايا تما في الفيروز. مشيت ناكل عنده، بدا قلت ليه حط ليا الدجاج مقود في الطبسيل، حط ليا العظومه، كيعاملني بحال كلبه. واش انا كلبه باش يعاملني بحال هكا؟ انا كنخلص فلوس ما يعطانيش انا العظومه. وزيدون دويت معاه، بدا كيضرب ليا بنتي، ترفق ليا بنتي المره الاولى، المره الثانيه خوى عليها البريد، وانا ما نبغيش اللي يضرب ليا ولادي، ما نبغيش اللي يتعدى عليهم ولا يتعدى عليا انا. حسيت بالحقره، حس عندي مرض السكر، ما خصت واحد يقيسني. واولا ملي كنجلسوا حنا في السطوب، واحد السيد انا خليت الدري باش نجي ندوي معاك، الوقت اللي جيت لقيت الدري تا هو وصل عليا قال لي ضربني من الطوموبيل بالصرفيقه، عنده طوموبيل قهويه. وانا عاقل على داك السيد، هو غليظ وعنده راسو قرع. علاش اختي كتعرضوا لهاد الحقره؟ كتعرضوا للحقره ما عرفت اختي، حنا بحال حنا ماشي مغاربه، ماشي مسلمين، حنا اليهود. راه اليهود حسن من المغاربه الا جيتي تشوفي. دابا حسيتي بالحقره؟ حسيت بالحقره، ما نبغيش انا، ما نبغيش اللي يضربني ما يضرب ولادي، ما نبغيش نضرب انا. انا مريضه. سناك واش ديما كتاكلي عندي؟ ديما ديما ما كنطلبوش ديما، داكشي اللي كنبيع به كلينكس كنمشي ناكل، ناكل وليداتي بالحلال، ما ناكلهمش بالحرام. وزيدا انا ما عنديش الحق باش يلوح عليا، بدا كيخسر عليا الهضره، الفعاليه التركي يلوح عليا في القرعه، ضربني شيل عليا بالقرعه وباغي يضربني بالصرفيقه عاوتاني. وانا وليت كلي كنترعد، حتى انا مريضه بالسكر. الله يجزيكم بخير المحسنين، انا ما بغيتش اللي يتعدى عليا ويتعدى على وليداتي. وليداتي ما بغيتش اللي يضرب وليداتي، ما بغيتش اللي يضرب المحسنين. دابا اختي انت بغيتي تحقرتي وما بغيتيش؟ تحقرت انا ودي عقرني، ودي ما بغيتش عقرني، ما عدي عليا. انا ما بقاش عندي الجهد باش نبكي، انا ما بقاش عندي حتى الجهد باش نبكي. مريضه اختي، شنو انت كي دايره انت معصبني؟ شنو النداء ديالك؟ قلتي لي انا راه بعد مرات انا ما كنلقى من وكل ولادي، ولكن ما نتحقرش وما نتحقرش، ما بغيتش يضربهم، ما نغوت حتى واحد يقيسهم، ما نغوت حتى واحد ينهض فيهم، ولو يكون جار الجار بنفسه ما يقيسهمش. راه الجار اللي تناقشت انا وياه ما خصهاش، كتحرج بنتها على ولدي. ذاك النهار ضربات بنتها، ضربات ولدي الحجر. ملي جيت دويت مع ملي ما دويتش معاه انايا، جا كيبكي قال لي ماما راه ضربتني الحجر، وهو صرفقات هو. وجيت تبرد فيا، تبرد فيا، قلت لها شوفي انايا، قلت لها بنتك ديما كتضرب ولدي وكنسكت، ولكن دابا مره اخرى ضربوا راه غيضرب. الله يجزيكم بخير المحسنين، بغيتكم تساعدوا معايا في هذا. محتاجه اختي، محتاجه المساعده، اللي يعاونني، ماشي اللي يبقى يعيط ليا ويقول لي نتعاون معاك شويه، كيطلب مني مقابل، انا ما باش مقابل. من الاخر نجيك من الاخر. تقولي لها هذا مول السناك هذا اللي تعامل معاه؟ النداء اللي بغيت نقول مول السناك، الله ياخذ فيا الحق في هذه العواشر، الله يقالي، الله ياخذ فيا الحق كما واخذ فيا انا الحق، الله ياخذ فيا الحق. انا ما تعداش عليا. انت بغيتي تشكي بهذا السيد؟ ما باغاش نشكي به، يشكي به الله ياخذ فيا الحق. نشكي به الله. الرقم ديالك اختي ديال التليفون شحال؟ الرقم ديالي 06 72 09 43 82. انا شكرا تي في او سميتو، انا بغيت شي محسن يتساعد معايا نحيد كاع من هاد الشموشات من قناه شوف تي في. الله يجزيكم بخير، بارطاجيو هاد اللايف، يعني ساعدوا هاد السيده هادي باش انها تاخذ الحق ديالها من هاد السيد اللي حقرها وتكرفس عليها هي والوليدات ديالها. كتقول لك انا كنخلصو، ما يتعاملش معايا ديك الطريقه الخايبه، خاصه قدم الوليدات وصرفق لها بنتها صغيره. الرقم هو 06 72 09 43 82. وهنا مشاهدي قناه شوف تي في كنكون وصلنا لنهايه هذا البث، كنشكركم على حسن المتابعه، وتلاقاكم مباشر اخر. السلام عليكم.